لا تكثروا، لا تكثروا من اللغة الساخرة في الحديث إذا كانت تجلس بينكم، حتى لا تأخذ من هذا الكلام شيئا لها أو يعنيها، يعني كثرة النكت وكثرة الضحك وكثرة العبارات المعتمدة على السخرية والنكت التي لا داعي لها. الكثرة من هذا النمط من الكلام ومن التعبير يمكن أن تسبب لها شيئا من الضيق، أو أن تأخذ من هذا الكلام شيئا وتتوهم بأنها المعنية به. فلنكتفي باللغة الطيبة الواضحة السهلة البعيدة عن هذه المهاترات التي تقع في كثير من الجلسات، ويمكن أن يتأثر بها بعض الحاضرين من الذين يشهدون تلك المجالس، وابنتنا واحدة من هؤلاء. طيب، لا أريد لها أبدا، اسمعوني يرحمكم الله، أن تشعر بأنها ملاحقة وبأنها متابعة. تاني، لا أريد لبنت الناس هذه التي دخلت بيتكم زوجة لأحد أبنائكم حديثا، لا أريد لها في هذه الأيام، الأيام الأولى أو الأسابيع الأولى أو الشهور الأولى، لا أريد لها أبدا أن تشعر بأنها محل متابعة أو ملاحقة، أو أن أحدا من أهل الدار يتابعها. لا، لا داعي لذلك، سيغضبها ذلك ويحزنها ذلك، فلا تشعروها بذلك. إذا كلفتموها ببعض الأعباء وهي في هذه الأيام الأولى في بيتكم، إذا كلفتموها ببعض الأعباء وببعض الأعمال فلا تكلفوها بما لا تطيق، يعني خففوا قدر الاستطاعة وفي حدود قدرتكم، وإذا كان لديكم أخريات زوجات مثلا لبعض أبنائكم أو أخريات من بناتكم اللواتي لم يتزوجن بعد وتعيش إحداهن معكم، يعني فيرجى من هؤلاء البنات ومن هؤلاء الزوجات أن يقدموا العون والمساعدة لها، بحيث يشارك الجميع في هذا العمل باعتدال ومساواة، حتى لا نثقل على هذه الضيفة الجديدة، ما زالت تعيش أيامها الأولى في بيتكم، فترفقوا بها وأحسنوا إليها، وإذا كلفتموها فساعدوها، فساعدوها، واحرصوا أن تسمع منكم ما يسرها وما يطمئنها على مستقبلها.
في هذا المنزل.